وهذه غرفة الإسعافات في مشفى عزاز، إسعافات الأولية. الله أكبر، الله أكبر. 7/7/2012. مشفى عزاز الوطني 7/7/2012. الله أكبر. لازم يخلفه عصابات الأسد بعد انسحابهم من مشفى عزاز الوطني. وبعد تحريره من قبل أبطال الجيش الحر في مدينة عزاز، كتب لواء أحرار الشمال. حولوه إلى ساحة حرب، وهذه صناديق الذخيرة لإصابات الأسد. والمشفى شبه مدمر بمعداته وآلياته بعد أن كان الخدمات الإنسانية في مدينة عزاز لأهالينا في مدينة عزاز تحول إلى ساحة حرب. وهذه كتاباتهم وهم يفتخرون بقتلهم وجرائمهم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كتاباتهم
المستشفى وهم يفتحون في جرامين. الله أكبر. قم تدمير مشفى للخدمات الإنسانية. يفتخرون بقتل الإنسانية.